متفق معك، هما ضروري خصهم يقريوهم على هاد على هاد الكواريش، ولكن في نفس الوقت ما يحاولوش يخلعوا الدراري، يعني وصلوا لهم واحد، يوصلوا لهم بواحد الطريقه كيفاش انا نحمي راسي. التاريخ ديال الزلازل ديال سميتو، يعني دابا وعاو المواطنين خصهم يتعلموا الثقافه ديال الزلازل، وبطبيعه الحال خص تبدا من المدارس، من المدارس الوليدات يعرفوا ما معنى الزلزال وكيفاش كيوقع وكيفاش خصهم يتعاملوا معه. يعني هادشي خصو يتقرب بطبيعه الحال، خصو ماده ديال داخله في التعليم الابتدائي والثانوي الى اخره. لا ضروري انفورماسيون في المدارس، في الوعي على حسب لي ميديا، على حسب راه الانسان. حنا دابا هادشي اللي وقع في مراكش ولا في تحناوت ولا في، حنا كان عندنا احتمال واحد في الالف باش تقدر توقع عندنا، ولكن ماشي من زعما شي حاجه اللي مستحيله تقدر توقع، عندك امبروبابيليتي صغيره. دونك سا فو دير خصنا نانتيغريو واحد شويه ديال في النطاق ديال التعليم، في الوعي من ناحيه المدرسات، في التلفازه، في لي ميديا، في لي ريزو سوسيو، يكون الانسان عارف. حتى الدراري تبارك الله دابا هاد لا جينيراسيون راه ولاو تبارك الله لي زاكسير اي معلومه كيطيروا بها هما الاولين. دونك الا كانت هاد المعلومه متاحه للدراري والعائلات وكل شيء، راه زعما ما غاديش نطيحوا في مشاكل كبيره. هي كاين المشاكل، كاين الناس اللي مضرين اللي ماتوا اللي تحت الانقاض وداك الشيء، ولكن ما غيكونش خسائر كبيره بزاف. غادي تتفادى واحد اوموا واحد 30 ولا 40% ديال الخسائر، ولا بدا كنهضروا شويه على الارواح. ما الماديه راه ما عندك ماديه اللي ما يمكنش تهز الدار تقول لها ما تريبش، ما يمكنش تهز حانوت تقول لها ما تريبش، ولكن تتفلت بذاتك وكيبقى عاوتاني الايمان ديال الانسان.